السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. عاملين إيه يا رب تكونوا بخير، أحلى صيادين في الدنيا، أحلى متابعين بسقفهم ورد وفل. تأخرنا عليكم في فيديوهات السقف بصراحة، كده كده إيه أنا كنت شغال على الغلة والغلة مش واكلة، فأنا قلت إيه نطلع نغير جو مطروح الفسحة السنوية بتاعتنا. حبيت بس كده إيه من شاطئ أم الرقا، اصطدت امبارح هنا يا جماعه بطاطا، على فكره في سما اصطدت امبارح بطاطا وحدف. وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك. فقلت نطلع بس تبقوا عارفين ايه سبب التاخير، وتبقوا عارفين اخباري طبعا بحكم الله. ربنا يا رب دايما يجمعنا في الخير يا رب في هوايتنا الجميله، هوايه صيد السما. انا بنحييكم من مطروح من شاطئ ام الرقا، حبيت نقول لكم اخباري. ان شاء الله مصيف سعيد علينا وعليكم. هو النهارده اخر يوم ان شاء الله، يعني انا مروح بكره الاثنين ان شاء الله، وباذن الله يوم الجمعه يكون معانا فيديو حلو باذن الله. طبعا احنا بناكل سمك النهارده، يا رب تكونوا بخير، تحياتي لكم.